الموازنه دي خلاص تطلع الانسان توقفه عند حاله، فقير جدا توقفه عند حاله العطاء. نعم. الله يرضى عنه. ولذلك سيدنا عمر وجد رجلا ينقر ركعتين عند في مقام ابراهيم. نعم. نقر ركعتين بسرعه ورفع يديه الى السماء، اللهم ادخلني الجنه وزوجني من الحور العين. صح كده. فضربه عمر والدره، قال اغليت العروس وارخصت المهر. وفين المهر ده؟ انت كنت عشان تاخد بنت الحاج يا مصطفى؟ ها الضحك انت واللي خلفوك بالعياذ بالله. حاجه عندها يعني. سبحان الله، حور عين وجنه بركعتين خفيفتين بحر الغراب يعني. كان نفسي حضرتك تعلق على كلمه اخونا ابو هناء. طب علق انت اخوك. لا حضرتك يا برضه. طب يا ايوه انا فاكر، انا فاكر نفسي. هاش قريبا ان شاء الله. هو فعلا حته المحطات النقطه يعني فعلا قويه. الناس بتنقي الميه، بتنقي هدومها زي ما حضرتك بتقول، البيت عايز نظافه. طب حته تطهير القلوب دي اصل احنا مش شايفينها. انت بتقول انت ليه بتغسل بدلتك، ليه بتغسل هدومك؟ هقول لك اصل ريحتها، اصل منظرها. بس شواد لا يراها الا مؤمن. انا ما عايز حضرتك تركز. الله يبارك لك. انا يعني نقول للناس ان هو شواد قال علماء القلوب اخلاص العمل بالخلاص من العمل. يا سلام. الاخلاص اخلاص العمل، اخلاص العمل لله بالخلاص من العمل. يعني يعني لا ارى نفسي الا مذنبا وانا اعمل وبعد العمل. ليه يعد الاستغفار بعد كل عباده؟ اول ما السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، غير ايه؟ استغفر الله. ليه؟ استغفر الله. ليه؟ لما بدر في العمل من نقص ثم افيضوا من حيث افاض الناس. استغفر الله. وايه؟ واستغفر الله. حتى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل الجهاد الذي فعله طوال حياته، اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا، كما قال ابن عباس، اديت الامانه وبلغت الرساله، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. كانه فعلا نفس هذا المعنى اللي حضرتك يعني طرحته. الله يرضى عليك. الا يرى شيئا مما قدمه ابدا، يرى ذنوبه فقط ويرى تقصيره. نعم. وذلك قال لك ان الاخلاص هو عدم انقسام المطلوب. يعني اما الصدق فهو عدم انقسام الطلب. يعني 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 تاني كده تاني كده. انا عايز اكون مخلص. ما احنا خلاص اتفقنا ان هناك افات. خلاص في افات. طيب وانا احيانا اغفل لان احنا عاملين زي الحصن، القلب ده حصن، واذا نام حراس الحصن ايه اللي يحصل؟ يدخل الجاسوس او العدو. طب انا عايز امنع دخول الجواسيس، اعمل ايه؟ احصن الحصن بايه؟ باليقظه المستمره. فما ينقسمش المطلوب، ينقسم يعني المطلوب يكون واحد. الله. بس. بس. وانا الى ربك المنتهى. نعم. مخلصين لله. نعم. العمل كله لوجه الله. نعم. وبعدين تجردها وتجديدها في الحلقات الاولى لما تكلمنا عنها. أيوة. هي الدخول الدخله المضبوطه زي دراسه الجدوى. ايوه. المشروعات تحتاج الى دراسات جدوى. الله. والاخره لا تحتاج. والاخلاص اللي هو عمود العمل. يؤتى باناس يوم القيامه لهم جبال كجبال تهامه من الحسنات. يقول الله خذوا بايديهم الى النار. يقولون يا ربنا ان لو يقول كنتم تطلعون على ظواهرهم. وانا مطلع على بواطنه. بس بيخدم مصر ما بيتغوا بما عملوا. وجهي انا بتبغى وجه علمت اللي يقال عالم وتصدقت اللي يقال كريم. فهنا هنا تقسيم المطلوب. تقسيم المطلوب، قسم المطلوب. لكن لو مطلوبك واحد خلاص بس خلاص. ولذلك هنا بقى حديث صحيح مسلم. ايوه. يقول صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل في الحديث القدسي في صحيح مسلم، انا اغنى الشركاء عن الشرك. الله اكبر. من عمل عملا زي ما حضرتك بتقول. نعم بقى. نعم. اشرك معي فيه غيري تركته هو شرك. تمام. يعني ايه؟ انا مثلا قاعد وحضرتك بتقول لي عايزين نتبرع يا اخوك دي مثلا لدار ايتام او لحاجه من دي، انا في نفسي كده بسرعه جوه قلت نفسيتي كده طلع، يعني نفسيتي سامحه بكام؟ طبعا. بصراحه يعني 100 دينار. طبعا. 100 دينار. طيب جيت احط ايدي عشان اطلع كام؟ 100. 100 دينار دي لله يعني. طبعا. دي لله. جميل. وبعدين هوب الله 100 دينار والتلفزيون بيسجل والناس شايفاني وهتعرف انا طلعت كام؟ لا 100 دينار عيب برضه، انا اطلع 100 دينار خليهم 200. خليهم 200. يبقى هم 200 ان شاء الله. ال 100 الثانيه دي مش لله، دي للتلفزيون وللناس. فراحت كلها. الله اكبر.
ضاعت ال 200. ما هي بقى نرجع نقول طب معلش طب خلاص سيب بقى بتاعت الناس وهات ال 100 دي. انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري انا دخلت 100 تاني اهي مع ربنا، تركته هو شركه لان شوف ربك عز وجل ما ياخدش ال 100 دي. الله اكبر، يقول لك خد ال 200 بتوعك وروح شوف ايه اللي ينفعك. تمام الله يرضى عنك. طيب بصراحه قضيه مخالطه اهل الجهل دي كارثة كبيرة لا يغفل عنها الناس. الأهل الجهل دول ولو حملت أعلى الشهادات الجهل بالله، أي حضارة أو مدنية أو علم لا يؤدي إلى الله فهو الجهل المحض. بس عشان نقعد القعدة وأثبتها بقى الله يعزك، ثبت الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. يا دكتوراه في اللاهوت، اللاهوت إيه ده؟ والله ثلاثة ودي تحتاج ثلاثة، يعني تحتاج دكتوراه دي؟ سبحان الله. وأضله الله على علم مش على جهل. طيب مخالطة الجهال هذه يعني قضية الجلوس مع الناس، الناس كل ما تجلس تتكلم في الدنيا دنيا دنيا سبحان الله. حتى أن أحد الصالحين ماشي كده في الدنيا مطرت، قال كويس إيه أدخل كده في المسجد، فدخل المسجد فجي الجماعة قاعدين في المسجد يتحدثوا في الدنيا. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أمطرت عليه السماء فرأى جدارا قال أستظل بظله، فدخل فرأى الجدران دون سقف. فأنتوا قاعدين بالضبط يعني أنتوا قاعدين مش متغطين، متغطين بدنيا. الذي تغطى بها عريان. قضية مخالطة الجهال دي بتدخل عندنا قضية موانع الإخلاص. ليه؟ ليه الجهل اللي هو كلام في الدنيا دنيا دنيا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وبعدين يريدون وجهه. الإخلاص. وبعدين مش كده بس، ولا تعد عيناك عن تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله أكبر. فمخالطة أهل الجهل تزين الدنيا في قلب الإنسان فلا يرى الدار الآخرة. قلت فيها لطيف. وبعدين الهوى واتبع هواه فلا يرى إلا نفسه، إلا نفسه ولا يرى أمراضه، وإنما يرى أمراض الغير، ويكون عنده الأثرة وليس الإيثار، عنده الشح وليس العطاء والكرم والجود، عنده الأنانية والعجب وليس عنده الإنكار الذات. فلما أهل الجهل دائما يتحدثون في الأمور التي تجعل الإنسان عظيما مثل فرعون، إن فرعون على في الأرض، يعني على وتروح منكوت في الأرض نازل تحس نزل على ما فيش. إنما لما تقرأ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، دي بقى رفعة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في الآخر وكان أمره فرطة. يعني عندنا شيخ لطيف يقول لنا إيه فرطة، يعني حاجة مفروطة كده، يقول لك إيه لما انفرط العقد في اللغة، يعني ساب، يقول لك حتى في اللهجة العامية يقول لك عنب فرط، عنب مفروط، يعني سايب سايب كده، ملوش ضرب، ليس له ضرب. رخيص على فكرة يا مولانا، أكيد طبعا. عشان كده واحد راح لواحد بيقول له بتبيع عنب محترم ده اللي هو الحلو ده، قال له أدب كام ده؟ قال له أدب كذا، والفرط قال له قد كده، قال له طب افرط لي من هنا الله يكرمك. سبحان الله، انسان مفرط. سيدنا لقمان كان يحث ولده لانه حكيم، يقول يا بني جالس العلماء فانك ان تك عالما زادوك علما، لان حديثهم كله في الخير والعلم والتقريب الى الله سبحانه وتعالى، وان تك جاهلا علموه، وإن نزلت عليهم رحمة الله رحمت معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإياك ومخالطة السفهاء. أيوة. فإنك إن تكو عالما لم ينفعك علمه. قاعدين نتكلموا في أمور الدنيا وبتاع وحصل إيه والماركات الجديدة وعمل إيه وابن أبو فلان وحصل وفوق وتحت وجوه. وإن تكو جاهلا زادوك جهلا، تجلس ساعات معهم وتخرج ولا شيء جديد تعلمت. وإن نزلت عليهم لعنة الله لعنت معهم. فكان من حكمة سيدنا لقمان الحكيم أن يعلم، لان اول حاجه علمه اياه يا بني لا تشرك بالله، بس قضيه العقيده فتحد تحت مخلص على الاخلاص، تبقى مخلص. نعم تمام. قال علي سيدنا علي رضي الله عنه كرم الله وجهه، يا حسن يا بني زاحم العلماء بالمناكب فان رحمه الله لا تفارقهم لحظه. يا سلام. لانه العالم اما ان يستفتى او يفتي او يتحدث او يتحدث اليه، فهو شاء ام ابى إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك هذا المقام. هنا بقى سورة الفرقان. أيوة. ويوم يعض الظالم على يديه
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هو هيقول اسمه في الاخر بس هي الايه بتقول فلان عشان كل واحد عشان بس كل واحد يبقى عارف هو مين اللي اضله.